يقول هذا السائل: إذا صلى الشخص ولم ينطق بالشهادتين هل يصح إسلامه وصلاته، مع العلم بأنه نطق بهما بعد الوضوء وخلف المؤذن وفي التشهد، وهل تجب النية للشهادتين؟ نعم، إذا صلى الصلاة تتضمن الشهادتين، إذا صلى الكافر صلاة صحيحة فإنه يحكم بإسلامه، لأن صلاته سيأتي فيها النطق بالشهادتين في التشهد الأول التشهد الأخير.